الآن يأتيك الغزوات، غزوات قالوا منذ أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد إلى أن توفاه الله. الغزوات قالوا تقريبا 99 تقريبا، ما شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم 27 أو 29 لا إشكال الآن. المهم هذه 99 فأكثر أو أقل، عدد القتلى من الكفار كم؟ ما تجاوزوا 1200 رجل، ما تجاوزوا هذا العدد في ثانية في الحرب العالمية، وقد يكون أكثر. لم يقتل من الكفار مرأة أو طفل، مرأة واحدة ولا طفل واحد ولا مريض ولا مجنون ولا عابد، سبحان الله. وهذا الذي تراه اليوم ممن يدعي أنه جهاد وكذا، يعني تنظر، لابد ننظر إلى أمور في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نركز على هذه المسائل في السيرة حتى نسير عليها. نعم.